الأمل. قال توماس أديسون إن الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. قالوا بعد عن الأمل إنه هو دريشة صغيرة، ومهما كان حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق واسعة في الحياة. وش معنى حياتنا من دون أمل؟ الإنسان يقدر يعيش من دون أي شيء، من دون عين أو أذن أو رجل أو يد، بس ما يقدر يعيش من دون أمل. ولو عاش راح يكون جسد من دون روح. وأنا أقولك يا صديقي، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وتذكر دائما أن الأمل شيء عظيم، والأشياء العظيمة أبدا ما تموت.